بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة، رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم. في كمان فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على سانت كاترين. نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أخبار الطقس إيه النهاردة وإيه المناطق اللي هيكون فيها فرص أمطار؟ طبعا احنا النهارده الحمد لله مستمرين في الاجواء الصيفيه المعتاده اللي احنا بنشهدها منذ عده ايام. الحمد لله الحراره اقل من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 33 درجه مئويه، ممكن نحسها لو تكون 35 درجه مئويه نتيجه وجود نسب الرطوبه، لان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه القادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي معتدله ومنخفضه في درجات حرارتها، لكن ايضا تحمل بكميات من بخار الميه، يعني بتؤدي لارتفاع في نسب الرطوبة خلال فترات النهار، بالإضافة كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وخاصة فترة الصباح اللي هتساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء فترة الصباح. مع فترات النهار وسطوع أشعة الشمس، الأجواء هنحس بيها هي أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر هنحس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة كمان مع وجود نشاط للرياح سرعاته ما بين 30-35 كيلو متر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية، بيساعد بشكل كبير نشاط الرياح على احساسنا بنسب رطوبة أقل، فبالتالي بيساعد على انخفاض درجات الحرارة والأجواء المعتدلة تماما فترات الليل ونسمات الهواء اللطيفة. بالإضافة كمان فرص الأمطار متوقع أنها تستمر معنا اليوم ويمكن كمان على مدار 48 ساعة القادمة، وهي أمطار ما بين الخفيفة إلى متوسطة أحياناً، وقد تكون رعدية على بعض الأماكن من جنوب سيناء، يعني زي سانت كاترين ودهب وطابة، الأماكن اللي هيكون عليها فرص الأمطار. وطبعاً نتيجة الطبيعة الجبلية الموجودة في سانت كاترين ده ممكن يؤدي لتشكل بعض السيول على مرتفعات سانت كاترين. بالإضافة كمان الأمطار هتمتد لبعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، أمطار خفيفة ورعدية على حلايب، شلاتين، مرسى علم، راس ناس، المناطق دي كلها معرضة لسقوط الأمطار الخفيفة. طبعا الشبوره المائيه لسه مستمره معانا فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المصطحات المائيه، والشبوره دي بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني احنا تقريبا 7-8 صباحا الشبوره المائيه بتختفي والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. ننوه كمان على اضطراب الملاحه البحريه على خليج السويس، لان لسه مستمر معانا اضطراب حركه الملاحه البحريه على خليج السويس تحديدا، ارتفاع الامواج هيوصل ل3 متر وخليج السويس غير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن البحر المتوسط والبحر الاحمر مؤهلين نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير. يمكن معظم الظواهر الجويه الموجوده معانا خلال هذا اليوم مش هتاثر تماما ان شاء الله على اي اعمال انشطه يوميه. يعني بالنسبة للمناطق الساحلية، الساحل الشمالي الموج مش عالي هناك دلوقتي، ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط، يعني المناطق المطلة على البحر المتوسط ككل، السواحل الشمالية، العلمين، الإسكندرية، مطروح، وحتى بلطيم، دمياط، كل المناطق المطلة على البحر المتوسط ما فيهاش أي ارتفاع أمواج. الموج هيكون ما بين 1 إلى 1.5 متر تقريبا، يعني نقدر نقول مؤهل نقدر نستمتع بالأجواء. درجات الحرارة كمان منخفضة، يعني ما بين 30-31 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع وجود نسب رطوبة ممكن نحسها 33-34، فده طبعا يعتبر انخفاض في درجات الحرارة، نقدر نستمتع بالأجواء بشكل كبير. لكن احنا لسه في فصل الصيف، ما زلنا بنقول ان احنا فترة الظهيرة بقدر الإمكان نتجنب أشعة الشمس المباشرة. أكيد. لو احنا على البحر أو احنا في الشارع بنقضي أشغالنا يبقى معانا غطاء للرأس فترة الظهيرة، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، جزيل الشكر لحضرتك. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
في القاهرة العظمى 33-25، نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 33-25، الأسكندرية 31-23، والعلمين الجديدة 30-23، مطروح 31-24، ودمياط أيضا 31-24، كذلك في بورسعيد 31-24، ولكن في الإسماعيلية 35-22، في السويس العظمى 35 والصغرى 23، وفي العريش 31-24. بالنسبة لكاترين 34-18، وطوبة 37-25، حلايب 37-29، وشلاتين 41-31، شرم الشيخ 41-30، والغردقة 40-29. في الفيوم العظمى 36 والصغرى 24، وأيضا في بني سويف 36-24، الوادي الجديد 41-25، وأسيوط 37-23، سوهاج 40-26، وإنا 44-27، الأقصر 44-27، وأسوان درجة الحرارة العظمى فيها 45 والصغرى 29. بكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي هنرجع مرة تانية لبسنت ومصطفى ونتابع معهم باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. عودة ليكم مرة تانية بسنت ومصطفى. شكرا ليك يا هالة. شكرا ليك.